وافق الاجتماع العاشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي في اليونسكو على تسجيل العرض النجدي السعودية في لائحة التراث العالمي غير المادي، وبذلك تكون المملكة العربية السعودية قد دخلت هذه اللائحة لأول مرة. معنا عبر الهاتف من جمهورية ناميبيا الدكتور زياد الدريس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو. الدكتور مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. يعني نبارك لكم أولا دخول المملكة لأول مرة في هذه اللائحة العالمية، ماذا يعني ذلك؟ أهلا وسهلا أستاذ خالد وبارك للجميع هذا الدخول. طبعا نريد أن نوضح بأننا سبق أن دخلنا اللائحة لكن بملفات مشتركة. سبق الدخول عن طريق الصقارة اللي هي مهنة الصيد والصقور مع دول خليجية مشتركة، لكن هذا هو أول مرة تدخل السعودية نفسها كدولة بملف مفرد. وأيضا أوضح أنه لائحة التراث العالمي الشفوي، لأن هناك لائحة أخرى هي لائحة التراث العالمي المادي التي دخلناها أيضا في العام 2008 عبر التسجيل لأول مرة عبر تسجيل مدائن صالح، ثم ثلاثة طبعا تسجيل الدرعية ثم جدة التاريخية ثم الحائل الرسومات في حائل. تسجيل العرض النجدية البارحة يعني بلا شك طبعا أبهجنا كثيرا، لأن الملف صار لنا تقريبا 5 سنوات نعمل عليه. الحقيقة أنه كان الإعداد يمكن للملف ليس ضعفا في الفن نفسه وفي جدارته، لكن ربما كانت تجربتنا في إعداد ملفات مستقلة، التجربة المحدودة هي التي أدت إلى التأخر. هذا التسجيل طبعا هو يعطي زخم لهذه الرقصة الوطنية، ليس فقط على البعد المحلي ولا على البعد الخليجي وهي معروفة أيضا خليجية، لكن سيعطيها بعد عالمي وسيتم توثيقها في لائحة عالمية، وهذا هو منطلق سعادتنا. هل في شروط ومعايير لابد توفرها لتسجيل مثل هذه المواد دكتور؟ اي طبعا مثلا في شروط عديده، وهناك هيئه استشاريه لتقويم الملفات او العناصر التي تقدمها الدول. الدوله لما تتقدم بالعنصر يبقى الملف معروضا على هيئه استشاريه لمده 18 شهر تقريبا سنه ونصف، تقوم بدراسة العنصر، بدراسة تاريخه، بدلالاته الفنية والثقافية والوطنية، بوجود مجتمع محلي ما زال يمارس أيضا هذا العنصر، أن لا يكون العنصر قد انقرض مثلا لأن العناصر منقرضة لها طرق تسجيل أخرى، أن يكون هذا العنصر أيضا له أبعاد إيجابية على التراث أو الموروث البشري. جيد، وأنا أعرف أنه في أيضا كان جهود لتسجيل فنون أخرى مثل فن المزمار أيضا، وماذا عن الألوان الشعبية السعودية؟ يعني عندنا مثلا السامري، عندنا المجس الحجازي، عندنا ألوان كثير في السعودية تحتاج أيضا إلى جهد لتسجيلها في هذه اللائحة. بلا شك. احنا العرضة النجدية هي البداية وليست النهاية، هي بداية الدخول. بدأنا بالعرضة النجدية، احنا مضطرين للأسف انه لا يسمح للدولة ان تسجل في كل سنة الا عنصر واحد فقط، وإلا لا دفعنا بالعديد من العناصر مرة واحدة، واعرف ان كثير من عناصرنا الفنية الثقافية جديرة بالتسجيل. طيب وش العنصر الجديد اللي الآن يوجد لدى اللجنة؟ المزمار. نعم، هو تحت العرض وسيتم التصويت عليه إن شاء الله في ديسمبر من العام القادم 2016، يعني مثل هذه السنة. نعمل الآن أيضا على تجهيز ملفات للسنوات الأخرى مثل العرضة الجنوبية، مثل الدحة أيضا في الشمال، مثل فنون أيضا في المنطقة الشرقية وغيرها. طيب احنا فقط إن في الرقصات أيضا، يعني هناك فنون أخرى، الرقصات الشعبية العسيري مثلا أيضا. نقول لك مبروك مرة ثانية دكتور زياد، وبالتأكيد جهد كبير يعني قمتم فيه خلال الفترة الماضية، ونتمنى لكم التوفيق، وبانتظار إن شاء الله نحتفل أيضا بتسجيلكم للألوان الشعبية السعودية الأخرى. مرة أخرى شكرا لك دكتور زياد الدريس.